خذ المقص يا سيدي. ليش؟ مشان تقص الشرير. تفضل اسمعي استاذ عارف. الي الشرف يا سين، قرب لك. Thank you.
عريس ليش هدون الحبال؟ هي المفاجأة يلي وعدتك فيها. شلون يعني؟ هلا بتشوف. انت دائما ابو المفاجآت. امسك لك كل حبل بايد. شد قوي ما كان لك. ماني بردان منوب. عود عود هون ابو مروان نشف حالك. ما كان فكري بنوب انه ميت البحر تكون باردة يا ام مروان. ايه وانت التاني دغري بتنزل على المي؟ رشرش حالك بشوية مي قبل ما تنزل. انا بزماني لما كنت بسلك الشرطة كنا ننزل بالمي بأواعينا وما كنا نحس ببرودتها. دخلك وبأنو نهر كنتو تسبحوا؟ بنهر قليط، قصدي لك نهر بلد أيام زمان. قوم قوم على الشاليه وعمل لك حمام مي سخنة بتدفى. قوم قلتك يا مروان أحسن ما أخذ برد ورشيح وتروح علي الصيفية من أولها. يا سلام مالي عاطي فرحتي لحظة. وأنا هيك كمان. شايف يا سي؟ شايف العالم قديش مبسوطة؟ لك مو هذا عبد مروان؟ إيه والله هو بذاته. وكمان هذا مو عاطي فرحته لحدا لأنه هي أول مرة يمكن بيجي على البحر. مرحبا عبد مروان. أهلين ياسين أهلين. شو؟ شايفك بردان وعم ترجف رجف. أخ يا ياسين أخ تهري الكبر عبر. دفي دفي ام مروان دفي احسن ما يروح فيها بعدين. ها يا وشو هاي اللي بدها يروح فيها؟ الله ولا فالك. طولي بالك ام مروان، هيثم بيقصد يروح فيها يعني المنشفه، مو هيك هيثم؟ لا اطمن انت وياه، هي المنشفه تبعي مو تبع المنتجع. امشي. شفتك الزعله لعبد مروان؟ أنا ما قصدت المنشفة. لكان شو قصدت بيروح فيها؟ بيروح فيها يعني تجي جلطة على غفلة يقوم يروح فيها.
انتباه! استريح! استعد! رتلن تراه! دف! اسبل! شوفوا بقى يا صبايا يا حلوين، من اول يوم ها بدي اياكم تفتحوا لي رشائدكم، قصدي مخكم، وبدي اياكم تقدموا لي الطلبات للزباين وانتوا عم تضحكوا، ويكون بمعلومكم الزبون الحق معه دائما ان كان على صح ولا على غلط. ليش؟ لانه عم يدفع لنا مصاري. وكمان بحب لكم شغله ثانيه، دائما البخشيش رح يتوزع على ثلاثه، تلت إلكن وتلت للمنتجع وتلت إلي ولأبو رياح. شو خالي؟ لاقي اسمي عم يطوي بهالمكان. كنت عم بقلن عن اتفقنا عليه امبارح المساء. مو عيب ابنك. شرف خالي أبو رياح، شرف. ايه خالي، مو عيب ابنك انه نتشارك بالبخشيش، مثل ما بيقولوا الشركة بركة. وهلا يا صبايا يمين در، يلا كل واحدة على شغلة. شلوني معك أبو رياح؟ أصلي وبرنجي. شو رأيك هلأ نشرب لنا شي فنجان قهوة على رواق؟ إيه على راسي. إيه على عيني. مو عيب بنوب. يا سوسن. نعم أبو زكي. يرضى عليكي، فنجانين قهوة وسط. على عيني. يلا بخاطرك. السلام. أهلي أبو رياح. ميت أهلين أبو زكي. إيه. شو رأيك بهالمشروع؟ يا سيدي شي أبها تمام؟ الله يرزقه لهالياسين ويرزقنا يا حق. آمين. إلي يا أخي أبو رياح. نعم. هذا البيت الصغير اللي هنيك على علمك ياسين مأجره لحدا شي؟ أنا بيت؟ لك هنيك اللي عالشاط. لك يا سوسن. نعم. ما قلت لك لا تستعجل بالطلب مرة تانية؟ إيه على عيني. مثل ما فهمتك يا ليلى، بتديري بالك على الزباين وخاصة ولاد حاردي، فهمتي؟ يلا شوفي شغلة. حاضر استاذ ياسر. ايوه. شايف ياسين؟ كله اكابر لي وعمل بعد ما. لك نحن النظافة والعطافة عنواننا. ايه مزبوط، لك لك. شو هالورد ماله ريحة؟ لا حطوا له ريحة يا أخي. حاضر. عيساف؟ نعم. الله يرضى عليك، بتروح بتشوف لي خالي أبو رياح وأبو زكي والأستاذ نشعان وبتقول لهم كلموا المدير العام الأستاذ ياسين. حاضر ياسينو. أستاذ ياسين. الله يرحمك يا جدي. الله يرحمك يا أبي. شو الأوراق اللي ورطتوني إياها؟ بس أكيد أنتوا كمان فرحانين مثل ما أنا فرحان. إيه الله يرحمكم. الله يطول بعمرك يا عارف، شنو بتعرفني قديش بحب
ابي وجدي. كمان الله يرحمك انت يا ابي. يا سلام يا عين عليك يا استاذ عارف شو انك مزوي. شوها عارف وعارف بكل شيء كمان. بسكليتي لك تسلم لي يا استاذ عارف. بتعرفني انه انا بصغرتي كنت محروم من ركب المسكليتات. بس ما بتمشي شايف. هلا وقت التفلون. يا الله منتجع ياسين تورز للسياحة والاستياف. شكرا. نعم ايه بعرفه. بدك يا ضروري تكرم. لحظة خليك على الخط شوية. لحظة ما عم يجاوب. نعم ايه ترجع بتتصل بعد شوي. تكرم. لحظة استاذ مين نقله سأل عنه. نعم سكر الخط. بس هالصوت بعرفه. مين يا ترى؟ شو بعد يا اخي؟ هون عم تشتغل قدام مكتبي؟ يلا خلصنا هون. لك ما خلصنا. انا بفرجيك ليجي استاذ عارف. عم سليلة بتقدري تلاقي لي شي كيلين عفوا تلاقي لي الاستاذ عارف شنو عاوزه ضروري؟ شو مالكم ثقة فيني؟ لك مين اللي جابكم مو انا؟ يعني كل هالشغلة كم يوم استاذ عارف مراجعة قسم الاستقبال. عن اذنكم يا جماعة اكيد في شي حتى عم يزيعوا عن اذن. وقف وهلا شو الحل برأيك؟ مثل ما قلت لكم ما بيروح عليكم ولا قرش. يعني كم يوم نغيبك؟ يعني إذا قلنا اليوم أول يوم يعني بدك تقول شي 15 يوم. طيب والعم شو بدنا نقول له؟ لا يا أبو محمود معقولة ما تقدر تقنع عمالك إنه يطولوا باله؟ شو بدنا؟ الرجاء من الأستاذ عارف مراجعة قسم الاستقبال. يرجى من الأستاذ عارف مراجعة قسم الاستقبال. شكرا. هلا بهالطريقة بتقدر تلاقي للأستاذ عارف؟ بلاقيه إذا كان موجود بالمنتجع. وإذا كان مو موجود بالمنتجع؟ ما بلاقي. هلا مظبوط حكي ابو زكي. ليش هالبيت هذا لازم نروح شوفه. يس
اوف كورس. انت ولا يهمك، كله راح يكون على ذوقك. As you like it. Come for free. ها؟ وي وي. دكور. انا برد لك خبر وبقول لك شو بيصير معي. اوكي. تشاو. تشاو بامبينو. الله العليم انه ناقشت معكم انت والمستثمرين. شلون يعني؟ هات لشوف. اللي كان عم يحكي معي هلا هذا الاستاذ زياد بيك. زياد بيك، زياد بيك. منو هذا زياد بيك؟ لا لك عم لك هذا زياد بيك؟ ايه منو هذا؟ لك زياد بيك؟ ايه بعرف، فهمت عليك زياد لك بيك. زياد بيك، زياد بيك. هذا ايه. اشهر من نار على علم. اوف، وعلمه من كم لون. لك هذا صاحب اكبر منتجعات للسياحة بالشرق الاوسط، رجل سياحة من الدرجة العالمية. حلو، طيب ليش اتصل فيك طالما هو رجل سياحة من الدرجة العالمية؟ لك هذا سمع بافتتاح مشروعنا، قصدي مشروعك المتواضع، قام هيك وبدون ما يشوفه حابب يشتري. اوف، حدا بيشتري سمك بالمي؟ ما فهمت عليك، شو بتقصد؟ عود واسمعني منيح. نعم. الله ينعم عليك. انه هلا ضروري تركب لي هالدوش. لك هذا دوش شمسي، وعلى شو مستعجله جنابك؟ رح يصير الضروري لسه ما طبخت. لك لا، حتعبي لي كرشك. طيب يلا خلصني. يلا وهي ربطت تنك منيح. اسمعي هلا بس انزل على الكرسي، بقول لك تشدي الحبله وتشديها. ايه يلا يلا. لا 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 كبسة من نوع ثاني. ليكون يا سيم بدي تطعميني كبسة مثل الأستاذ عارف. بزوز فوت فوت. لا 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 بلاها، أنا شبعان ما بحب أكل كبسة. لك أفاو شفا. يا مريحانة يا أمي بقى. شو كسلانة، أمي حاجتك نوم. أمي أمي شوفي هون الصباح ما أحلى بالمنتجع. شوفي رح أعدلك ثلاثة، ها، وإذا ما فزيتي من التخت رح أدلع عليك الإبريق المي. واحد اثنين. إنه أنا اللي بدي أفهمه بس، أنت شو مفايقك من وش الصباح؟ إنه صباح هذا؟ صارت الدنيا الظهر، قومي شوفي الصباح كيف عم تتفتل على البحر. خمت نوم. لك صارت الساعة 10، ليش ما فايقتيني قبل؟ مرحبا يا سنينة. أهلين أستاذ هيثم. يا هلا. شو لقيتيني الأستاذ نشأة؟ يا سيدي دورت على اسمه بكل الحجوزات وما لقيت شي. وين بده يكون؟ يا ترى وين بده يكون رأيي؟ أصلا أنا ما بعرفه شخصيا. صحيح بدي أسألك، حضر شي حفل الافتتاح؟ إيه إيه. لا لا، أماناتا ما إجا بنوب عن المنتجة. أماناتا حكيك مزبوط. وين بده يكون؟ معقول يكون؟ أعوذ بالله. لا 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 لا. إذا تريد المفتاح الشال يهمي واحد. على منتجع ياسين تور. مين اللي قاهي من النقطة بقى؟ هلا هلا. اعطيني عيريني قلم الحمرة تبعك عوام بسرعة. خود
بس لا تكسروا. ها هلا صارت مزبوط. منتجع ياسين تورز موتور. أنا الجرسون، شو بتأمر؟ واحد كولا لو سمحتي إذا بتريد. إيه على عيني تكره. إيه شو هالياسين ها؟ تاري مهين بنوب؟ لا هو عامل المنتجع على مستوى أوروبي. بونجور هيثم. مرحبا ريحاني. أبوك طلع من البيت؟ إيه من زمان. من إمتى يعني؟ شو بعرفني؟ روح اسأل ماما هي بتعرف. باي. باي. وين بدور عليه؟ هي فتنت المنتجع فوق تحت تاني وما قد لاقيه. روح قول لياسين ما لقيته. شت. شو بدي اقول لك يا ابو زكي؟ اذا كان من اول الطريق بدنا نعصب على بعضنا ونستهتر بالاجتماعات. الغايب عذره معه يا استاذ ياسين، يعني يمكن الاستاذ نشأت اتاخر بالطريق او عنده ظرف طارئ مثلا. طيب وخالي ابو رياح ليش ما شرف لهلا حضرته؟ يمكن مشغول، لأني سمعته عم بيسأل عن محلات بيع السمك. وليش بقى عم يسأل عن السمك؟ أكيد جاي على باله يا كله أكلة سمك معتبرة. خالي وبعرفه هو اللحام وما بيفوت على بيته بالشهر وقية لحمة. لك يا جماعة يا جماعة، لك اتكسروا رجلي إنه كنت لاقي الأستاذ نشأت وأبو رياح ما كنت لاقيهم. فص ملح ودار. معناتها تأجل الاجتماع ليوم تاني. الكل يخلي. قال في واحد راح يشتري ساعة قام اشترى 5 دقايق. شي حلو كثير والله. قاعد هون ولا على بالك تركني ملطوعة ساعة بالشمس. واحد كولا للآن سريحاني. شكرا ما بدي. لا تقريني زكي. نعم خلاص. أكيد ضاجت من هالطرش اللي جايبه أبي. ريحاني يا استاذ. يا استاذ الحساب لو سمحت. ايه معك حق نسينا شرفي. ريحاني
لك يا عيني عليك يا معلم عيد شو انك مهضوم. اهلين اهلين ابو رياح. كمية اهلين وسهلين. حبيبي هذا من لطفك. الله يرضى عليك. تفضل. انا حاسس انه لهجتك مو من الساحل. لا ابو رياح شو هالحكي هذا؟ بزعل منك بعدين ها؟ ايه سيدي. شو رايك بالموضوع اللي قلنا لك عليه؟ شوف من حيث المبدا انا موافق، يعني مثل ما لك شايف هلا انا ليش قاعد هون؟ ضيع عليك، هلا عجبتني. ايه سيدي هات ورقه وقلم لقلك هون. اخي ما بدي ورقه وقلم، هون دفتر. هات لشوف، قول شو بدك تحكي. هذا يا سيدي اخيرا وصلنا. قول الحمد لله على السلامه. لك ايه الحمد لله على السلامه وليه لكيت. يعطيكم العافيه شباب. يا عندي ميكانيكي، بدك ميكانيكي؟ لا لا ايه خليه يجيب لنا ميكانيكي. لا 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 انا بشوف ياسين وهو بيتصرف. تفضل مع السلامه. سمعتي اخر نكتين؟ ما بدي اسمع. ليش يا ستي العريس والعروس بيلبسوا خواتم؟ انا رح اقول لك، لانه الخواتم اخر افراحهم. زكي يا عيونه. مرحبا، أهلا وسهلا يا أهلين. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. إذا سمحتوا دفتر العائلة. دفتر العائلة؟ لسه بكير على دفتر العائلة. إيه يا صفاء، مين كمان سأل عني؟ أبو حمدي، وسأل عن الكونتيشنات. ها؟ وقفي وقفي. ها؟ وهي معاملته بإيدي. وغيره؟ شركة الموبيليا عم تستفسر عن موافقة الخزن والكراسي. ايه وغيره؟ ايه في محلات الستاير. قال الاستاذ فارس جبت رخصة الستاير ولا يشوف حدا غيرك؟ ايه هاي معاملة الستاير. شوفي صفاء، مين ما سأل عني بتقولي له اني مسافر برات البلد. حتى الاستاذ زياد؟ شو برا صفاء؟ شو نسيتي مين بيكون زياد؟ قصدي الاستاذ زياد بيك؟ ايه شو في اخبار تاني؟ بالله شو الحكي؟ مشغول ابصر مع مين عم يحكي. تعرف هيثم؟ نعم. هذا الاستاذ عارف ما شافت عيني بحياتي مثل حكايته. انسان مزوق بيفهم بكل شيء وكل شغله حلو. يا ياسين هي شغلته يا حبيبي، هي شغلته. ماشي اخي، نحن مو شغلتنا. لك ايه بلا، بس هو عنده خبرة اكتر منا بالسياحة والاصطياف. مزبوط حكي. لك بس انا بأكد لك يا خيصان انه بعد يومين ثلاثة بكون باصمة لهي شغلة الاستياحة والاصطياف. شو باصمة؟ قولها ضمة. بصمة. ايوه
تعتذر. شو هاد يا اخي؟ اتصل بالصيانه وخليهم يصلحوا الكرسي. ما في شيء كرسي. يا سيدو. نعم. شو رايك طالما لغيت الاجتماع نروح نسبح بشي شوي؟ هو الحقيقه انا من زمان، من وقت كنت صغير يعني بدك تقول كان عمري 10 سنين. أيوة. وانا جاي على بالي اسبح. ايوه بس هيسا بتلاقيها يعني معقوله انه انا انزل اسبح مع العالم مدير عام اضرب واطرح اتسبح معهم؟ ما فيها شيء. بعدين مين رح يعرفك هلا بهالعشق وبهالسباحه؟ مزبوط حكيك، بس ما منطوي. لا لا، دلو نغير اوعينا ونروح على الشرط. شرط يلا. طمنيني انسه ليلى، شلون الحجوزات؟ في اقبال لحد هلا؟ شيء مشجع. حلو، بالله يرضى عليكي. بدي اياكي تعملي لي تقرير مفصل بالمساهمين يلي اجوا وحجزوا والزباين العاديين، كل شيء لحاله. ايه لانه الاستاذ ياسين بدي اشوف الدعايه تبع المنتجع نجحت ولا لا. مو تكرم عينكم. مع السلامة هيسا. شو عم تقول؟ شو مور استاذ مور؟ في حجز باسم بديع انبت. في عنا حجز باسم الاستاذ بديع امبي؟ لا ما في حجز. ما في امبي. ابي هلا عن جد عم تحكي سنة؟ ايه عن جد. وهي حلوان مصالحتنا. يسلموا. شكرا. ريحانه انا تاخرت على اهلي. ايه ايه بسرعه هلا بيكونوا عم بيدوروا عليكي. يلا بخاطركم، مع السلامه. لا ازكي انت مو معقول. بنوب بنوب. لا ترقيني. كيف عرفتي مو معقول بنو بنو؟ زكي. يا عيني عليك. معناتها أخي أبو رياح التقينا. يا سيدي القلوب عند بعضها. بتصدق إنه أنا حبيتك من أول نظرة؟ بشرفي عمرك أطول من عمري. أنا هيك كنت بدي أقول لك. إيه سيدي خاطرك. مع السلامة. منين الصنف معلم؟ هذا يلي بده يجيب لنا رزقتنا جديدة. كسمه مانو عاجبني بنوب. هو صحيح يعني كسمه هردبشت بس طيب وحقاني. ايوه. وانت شو عرفك بقى معلم؟ هلا تعوا معي لجوا لقلكن على شو اتفقنا. شرفوا. اتكل على الله. Thank you.
ما بعرف ليش أصر عليه أبو زكي إنه أنت أكون ونطبخ طبخة مقالي مع إنه ما بتواتي. لا وين؟ قدام البحر. إنه الله يصلحه هالأبو زكي، ما دام جاي على باله ياكل قدام البحر، يجيب من هاي اللي اسمها بيترا وياكلها. بيترا اسمها بيتزا. إيه أنا بعرف، هاي أول مرة بسمع فيها وبشوفها. غنية كتير حلوة. يلا هيثم. يلا يلا جاي. يا زو لك شو هذا اللي لابسه؟ هذا مايو. هذا مايو؟ ايه مايو. هيك لشو؟ هاي أول مرة بحياتي بشوف هيك مايو. أنا مفصله خصوصي من شان البحر. إيه بس وينك يا سيد؟ ده بعدة ما تبلى إلهي ما تبلى. أخي القالب غالي. يلا استعجل خلينا نروح قبل ما تحمى السمسي. رو رو رو. يبشني يا زينو. ليش العالم عم يطلعوا فيي وعم يضحكوا؟ شوف يا اذا كانوا يضحكوا ليش انت ما بدك ياهم يكونوا مبسوطين؟ لك شلون راحت عن بالي هي؟ لك انا برايي هيثم اليوم بلالنا ياها هي السباحه. ليش بقى؟ ليش خايف من المي انت؟ لك لا مو قصه خايف، بس انا صار لي زمان من وقت كان عمري 10 سنين لهلأ ما سبحت. لك نحن حبيبي ما رح نسبح بالغميق بالفايش بالفايش. على مسؤوليتك. لك لا توصي حريص. لك شو هاد بدك تشتغل عيب قدام العالم؟ لو لك لخمتني ليش نحن مو جايين نسبح؟ ما بيصير عيب. لا طول بالك. طول بالك اوعى الحال.